صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم اللوطي في الشريعة الإسلامية؟ نعم، يقول صلى الله عليكم: ما حد اللوطي في الشريعة الإسلامية؟ حكمه إذا ثبت عليه اللواط بالإقرار أو بالبينة أنه يقتل، أنه يقتل بإجماع الصحابة، أنه يقتل. حد، هذا حد من الحدود، حده القتل سواء كان بكرا أو ثيبا، لأن الصحابة قتلوا اللوطية لكن اختلفوا في وسيلة القتل، منهم من حرقه بالنار، ومنهم من ألقاه من شاهق، ومنهم من قتله بالسيف، فهم أجمعوا على أنه يقتل بكل حال. أما اختلافهم في وسيلة القتل هذا لا يؤثر، المهم أنه يقتل إذا ثبت عليه هذا، إذا ثبت عليه بإقراره أو بالبينة العادلة فينفذ فيه الحد.